حرصنا في الشركة العقارية السعودية للمشاركة للمرة الثانية على التوالي كشريك استراتيجي في منتدى مستقبل العقار. هذه المشاركة تأكيد من الشركة العقارية لمدى أهمية هذا المنتدى الذي بالفعل هو اليوم يعتبر أهم منتدى لنقاش وطرح الأفكار وعمل الشراكات في القطاع العقاري. لاحظنا من النسخة الأولى كانت فيه نقاشات كثيرة طرحت على أكثر من مستوى، فادت كثير في موضوع فهم القطاع نفسه التوجهات، ويعطي بوصلة صراحة للقطاع العقاري والمهتمين في القطاع باتجاهات الدولة، باتجاهات القطاع الخاص، باتجاه كل المهتمين بالقطاع العقاري. شهدنا خلال العام الماضي نمو مزدهر للقطاع تحقق بفضل الله، ثم طبعا بتوجهات رشيدة في الحكومة من ناحية وضع خطة استراتيجية واضحة لقطاع الإسكان والقطاعات الأخرى، وكان جزء منها طبعا هذا المنتدى الذي كان له إضافة كبيرة. الحمد لله الشركة العقارية السعودية استفدنا من هذه الملتقيات وهذه النقاشات بوجود عدد من الشراكات، واحدة من أمثلتها الشراكة مع شركة روشن العقارية في مشروع سدرة، ولدينا تطلعات وأعمال أخرى إضافية، مشاريع نوعية في القطاع العقاري سيتم الإعلان إن شاء الله عنها في الفترة القادمة.